السلام عليكم. اليوم بدي اعلمكم كيف تعملوا علبة نجومية. سبق شرحت لكم سابقا كيف نعمل عدة انواع من العلب بواسطة ورقة مستطيلة. اليوم هالعلبة بتتطلب ورقة مربعة، مشان هيك هضطر قصها باتنين بهالشكل. وبقصها من طرفها بالشكل هيدا. إذا بتركها متنية بهالشكل وبتنيها من الطرفين لرأس الزاوية بالشكل هيدا. بعمل الطرف الثاني شايفين كيف؟ برجع ببرمها وبفتحها، برجع بتنيها كمان بنفس الطريقة بالعكس. هالشي بيسهل لي الشغل بعدين. التنيات اللي عم بعملها بخليها تصير مرنة أكتر. إذا صار عندي هالشكل هيدا، بفتح الزاوية من هون شايفين كيف؟ وبفوتها لجوا هالشكل هيدا، برجعها. بعمل نفس الشي للزاوية التانية، بفتحها وبتنيها بهالشكل، بفوتها لجوا تمام بهالشكل هيدا. بستخدم وزن دايما حتى اعمل كسرة ويضل الشغل نظيف والشكل حلو. اذا بعمل من الميلة هون، الميلة المفتوحة بهالشكل، بتنيها بالشكل هيدا حتى توصل لمنتصف المربع. بعمل الطرف الثاني شايفين كيف صارت؟ نفس الشيء بعمله للوجه الآخر. تماما مثل هيك. برجع بفتح الزوايا اللي هون، بسحقها بهالشكل حتى الخط يصير على الخط مثل هيك، الخط على الخط. بعمل الطرف الثاني والوجه الآخر نفس الشيء للوجه الآخر، بسحقها هيك للزاوية، بصير الخط على الخط تماما بهالشكل. شايفين كيف؟ برجع بتني اللسان اللي عندي هون من الحدود اللي طالع منها بهالشكل هيدا، يوصل تقريبا راسه لقبل اخر الزاوية بشوي. وبقلب بعمل نفس الشي للطرف التاني. برجع بفتح من هون بهالشكل وبتني وبقلبها كمان، بفتح وبتني. برجع بتني بهالشكل هيدا
بعمل الطرف التاني وبساوي الوجه الآخر كمان. الطرفين بيجي عندي لسانين تانيين كمان بتنيهم بهالشكل هيدا. بعمل اللسان التاني تماما بهالشكل هيدا. بيجي على المرحلة ما قبل الأخيرة بعلي اللسانين اللي سويتهم آخر شي والزاوية اللي هون بتنيها لمنتصفها بهالشكل هيدا. بتنيها هيك بكسرها جيدا برجع بتنيها بالعكس. بتنيها بالعكس وبكسرها جيدا. برجع بفتحها برجع برجع لسانين بطويهم وهيك صار عندي علبة نجومية. بفتحها بالشكل هيدا مثل ما شايفين. سبق وعملت وحدة بطبقتين من الورق كتير حلوة. استخدمت لونين أسود وبرتقالي شايفين كيف. كتير حلوة بدي أحط فيها كالعادة بونبون. فيني احط شو ما بدي فيها. تفضلوا. بتمنى هالشريط يكون عجبكم. بتمنى توزعوه لأصدقائكم وتعلموا الأولاد أولادكم كيف يعملوا هالأشكال هالعلب لأنه فيها كتير مهارات هندسية بتقويلن ذكاهم. فيكم تتفرجوا على علب أخرى على الروابط اللي حتظهر وفيكم كمان تضغطوا على الرابط أسفل هالشريط وتشاهدوا كافة أشرطتي أو تفتشوا بأي وقت في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة وحكي. وقبل ما أترككم في كتير حبوا يستفسروا عن نوع الورق اللي بيستخدمه لأعمل هالنوع من العلب. ببساطة بيستخدم ورق العمار أو البناء بيسموه construction paper أو papier de construction بالفرنسي. سعره كتير رخيص بجيبه أنا بدولار تقريبا من المكتبة. إلى اللقاء.